عيالي. لا انا ما كنتش سامعاه، تقريبا اغمى عليا ولا ايه، مش عارفه. معلش انا هقفل دلوقتي، نبقى نتكلم بعدين. باي باي. كرم يا كرم، مالنا حبيبي؟ يا ابو نسب يا حلو يا صغير، وحشني كده كده ولا ها؟ سيب لطفي الحراق الحلو وتيجي كده تقعد في بيت حلو كده. حرام عليك يا لطفي، انا ما عملتش حاجه. يلا بس اهدى اهدى بس كده، وهدي نفسك ويلا معاك. والله العظيم ما قلت حاجه لهوجه، اقسم بالله ما قلت حاجه لهوجه. خلاص بقى يلا بقى. ما قلتش ايه لهوجه يا كرم؟ ما فيش. ما ده هو علاء. انت يا كرم ما قلتش ايه لهوجه؟ ما فيش علاء. علاء ما تقول ايه؟ لك ايه؟ نزل سلاحك يا لطفي، لان رفعت سلاحك على كرم دي مش هعديها لك. لا 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 لا، جرى جرى يا عم هوجه، انا حلوه بتاع زمان. في ايه؟ ده اخو مدام الصغير، والمدام وحش اخوها الصغير، فقلت انا اخد خالها الصغير واديهولها. سيبنا اخده وحبايب، ما فيهاش حاجه يعني. وانت جاي تاخده من المدرسه؟ ده انت داخل البيت سرقه. دي عندك حق فيها صراحه، دي عندك حق فيها، وانا محقوق لك واسف بجد يعني. لان اصل هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ ما هو الكار يحكم. معلش يا هوجن، فوتها لي دي واخد كراميلا حبيبي ونروح لاخته وسلام. انت اقف مكانك يا لطف. وبعدين بقى سيب الواد. سيب الواد يا عم هوجن، انت مفكرنا عبيط ولا ايه؟ هسيب الواد عشان تمسكنا انا؟ فيها هوجن، فيها هوجن بتاع زمان يا حلو، مالك يا هوجن؟ نسينا ولا ايه؟ ده انا المخ وانت العضلات يا هوجن. ايه؟ ما ينفعش تضحك عليا وتشتغلني، مش حلو. انت عايز تخش بيت هوجن سرقه وتخطف الواد وتخرج على رجليك؟ سبحان الله سبحان الله يا هوجن، كبرت كبرت يا هوجن. فاكر فاكر ايام زمان لما كانت امنيه حياتك تركب الاتوبيس النهري؟ ركبت ولا لسه يا هوجن؟ ولو مستغرب لسه هوريك الاخر. انا ما يهمنيش غير كرم. انا لو قتلتك جوه بيتي يا لطفي مش هاخد فيها خمس دقايق، انا هعد لحد ثلاثة. لو ما سبتش الواد هموتك. يا هوجن كمان الصغير ابنك مش ابن لطفي. يا هوجن كمان الصغير ابنك مش ابن لطفي. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه انت؟ كمان الصغير ابنك. انت متأكد؟ وسمعت هو ونجوى هما بيقولوا، ولما شافوني الناس سمعتهم حبسوني، عشان كده هربت منهم. انت تعرف فين بيت لطفي؟ اه.